مصر من الدول التي حرصت على إعادة فتح أبوابها وجذب المزيد من السياح بعد تخفيف قيود فيروس كورونا، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل جذب السياح من الخارج، منها خفض تكلفة التأشيرات السياحية والتركيز على المعالم السياحية وإنعاشها. هذا كله يأتي طبعا فيما تشهد القاهرة ورشة ضخمة من بناء الطرقات، الجسور أو الكباري كما تسمى في الدارجة المصرية. رغم ذلك يبقى سحر الأمور والمناطق والمناظر القديمة وأيضا الذكريات وكذلك الحنطور. لنتذكر أولا القاهرة الجميلة، خلينا نشوف. للحديث أكثر من وسط الشارع المصري تنضم إلينا مراسلة العربية سمر باشات. يعني أنت خدتي قلبي معاكي أول ما شفت الصور واسترجعت الذكريات على الحنطور. يسعد صباحك سمر. يعني إحنا عارفين أن الحنطور كان وسيلة مواصلات قديمة ولكن تغير هذا المشهد. خلينا نتكلم عن التنزه، قد إيه في إقبال على استخدام الحنطور من السياح وغير السياح أيضا؟ طبعا زي ما قلتي الحنطور كان يعني لحد الثلاثينيات من القرن العشرين كان هو وسيلة المواصلات الرئيسية أو يعني أحد الوسائل الرئيسية، لكن دلوقتي بقى يعني نزهة أكتر، نزهة سياحية بيقبل عليها السياح أكيد، خصوصا زي ما أنت شايفة إحنا بنشوف ورانا مناظر النيل وبيلف في المناطق السياحية في مصر، في برج عند برج القاهرة وعلى كورنيش النيل. السياح بيحبوا جدا النزهة دي وبيحرصوا عليها، وكتير برضو من الأسر المصرية بتحب لحد دلوقتي نزهة الحنطور، وخصوصا في الأعياد. يعني العيد ده بتبقى الأسرة والأصدقاء ضروري بياخدوا الحنطور، وحتى العربية اللي احنا فيها دي بتتزين بيزينوها كتير برضو لحد دلوقتي. مثلا بتبقى زفة العروسة لو مواكب سعيدة ممكن تستخدم الحنطور. طبعا العدد قل عن زمان لما كان وسيلة مواصلات بالتأكيد، لأن هو بقى سياحي أكتر، بس لسه في أرباب مهنة يعني في تركوها طبعا مع الوقت ومع السنين، بس لسه في المهنة أربابها موجودين وأصحابها موجودين وعائلات بشكل أكبر يعني بتورث المهنة دي، زي معانا دلوقتي عم محمود. عم محمود صباح الخير. صباح الخير يا فندم. عم محمود ده ورث المهنة أبا عن جد. مظبوط يا فندم. ايه علمك؟ والدي واخواتي الكبار. وبعدين يعني الحال دلوقتي كورونا عملت معاكم ايه الفتره اللي فاتت؟ كان في السياحه كانت قليله، عملتوا ايه؟ ما كانش في سياحه خالص، بس كنا شغالين برضو الحمد لله على المصريين. يعني المصريين برضو خدوا فتره الكورونا دي معانا، عدت الحمد لله، او يوم كده ويوم كده، والحمد لله ربنا عدها على خير الحمد لله. دلوقتي الدنيا ما فتحت شويه بدات السياحه بالظبط كده بقى، ان مثلا من اول الشهر دوت والحمد لله ابتدى الموضوع يتحسن وابتدت السياحه تظهر تنزل الاول، والحمد لله رب العالمين. ايه الحلو في مهنتك؟ بتحبها ليه؟ ليه مش بتفكر تسيبها؟ وانا كنت شايفه ولادك واولاد اخواتك معاك. هي قبل ما تكون مهنه هي هوايه. يعني الحصان احنا هوينا الحصان الاول جنب ابويا وجنب اخواتي الكبار، فحبا وهوايه للحصان تعلمنا المهنه منهم طبعا، زي كل واحد ما بيتورث مهنه اهله يعني. ايوه احنا لسه اهو بننزل، احنا شايفينك على الكوبري. الشوارع بدات تتزحم دلوقتي. احنا على الكوبري نازلين اهو، النيل على يمنا. ايوه وفيه الفنادق اللي على النيل بنطل عليها، والبرج على الناحيه الثانيه. طبعا الشوارع بدات تتزحم دلوقتي لان الوقت برد، الوقت بدري. هي مش عارفة الكاميرا جايبة، احنا قادرين نشوف النيل وجايبة الشوارع الرئيسية في مصر. انت في الدقي ولا في اي شارع تحديدا؟ لا انا على الكورنيش، انا ما بين الزمالك وما بين التحرير.
اوكي طيب. ودي اكتر مكان الحنطور بيتجول فيه، وفي برضو شارع البرج. يعني هم طبعا عشان هي سياحيه فبيبقى طيب. لهم اماكن اكتر. احنا استمتعنا معاكي في هذه الجوله يا سمر، وكنا حابين نستمر معاكي اكتر لكن الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك ولضيفك معنا، كانت معنا مراسله العربيه سمر بشات من الحنطور. شكرا جزيلا لك.